يسأل ما هي حقوق المسجد على المصلين؟ المسجد بيت من بيوت الله عز وجل، له آداب ينبغي مراعاتها، وذلك بتنظيفه وتطهيره وإزالة القاذورات منه وتطييبه بالطيب والبخور، وكذلك الجلوس فيه وانتظار الصلاة فيه، تلاوة القرآن، ذكر الله تعالى فيه، صيانته عن الكلام في أمور الدنيا، وكذلك صيانته عن الإنشاد الضالة والبيع والشراء، كل هذا يصان عنه المسجد. صيانته عن الروائح الكريهة، فلا يدخل الإنسان المسجد وفيه رائحة كريهة كرائحة الثوم، رائحة البصل والكراث، أو فيه عرق في جسمه له رائحة، بل يتنظف و يزيل هذه الروائح ويتطيب عند قدومه للمسجد. كل هذا من آداب المسجد. نعم.